مسلسل Game of Thrones هو واحد من أشهر المسلسلات في التاريخ، وهذه ليست مبالغة إنما حقيقة. كذلك هو واحد من أكثر الأعمال اللي للأسف كانت صادمة جدا 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 ومخيبة للآمال في النهاية لهذا المسلسل بعد ترقب كبير جدا من الجماهير لنهايته. هذا العمل أصداءه تخطط بكثير عالم المسلسلات الاعتيادي، أصبح حتى لاعبي كرة القدم، الموسيقيين، السياسيين وغيرهم من التخصصات يتكلمون عن هذا العمل بالتحديد بدعاية مجانية لأنهم مترقبين ومنتظرين لهذا العمل على حماس. ولكن وللأسف المسلسل اللي كان مرتبط على رواية للروائي الشهير جورج آر آر مارتن انتهت قصته قبل نهاية الرواية الأصلية الذي هو مقتبس منها حتى وبكثير، لدرجة أنه ما يزال إلى اليوم الرواية لم تنتهي. هذا الشيء اللي ساهم بشكل كبير جدا في التخبطات اللي شفناها في أواخر مواسمه، ويعتبر توضيح كافي بأنه المواد اللي يقتبس منها المسلسل في أوائل المواسم نفذت منهم، فبالتالي اضطروا لاستئجار أو الاستعانة بكتاب يكملون أحداث قصة لم يبدأوها بالفعل. لكن حديث اليوم لن يكون عن نهاية Game of Thrones، بل عن النوايا المستقبلية لما بعد Game of Thrones. They're coming. Our enemy doesn't tire, doesn't stop. الرواية التابعة لجورج آر آر مارتن بها عدد كبير جدا من الكتب الفرعية والقصص اللي تستحق تسليط الضوء عليها، من ضمنها قصة عائلة التارجيريان واللي تعتبر العائلة المروضة للتنانين والحاكمة لويستروس وكذلك إسوس من قبلها. هذه العائلة وقبل رحيلها إلى ويستروس كانت في قارة إسوس، قارة أخرى أكبر بكثير من قارة ويستروس، كان فيها الكثير من الخيال، السحر والمغامرة، ولها قصة لابد أن يتم تسليط الضوء عليها في المستقبل بمسلسل آخر غير Game of Thrones. المسلسل سيغطي حضارة امتدت ل300 سنة تقريبا من قبل مرور أو بداية أحداث الحلقة الأولى من الموسم الأول لGame of Thrones، فبالتالي هي قصة تستحق السرد ولو كانت بأحداث سابقة لأحداث مسلسل نعرف نهاية اليوم. ومن هنا نقدر نقول بأن الجماهير متحمسة جدا لعمل بهذه الضخامة يتناول عالم جورج آر آر مارتن اللي للأسف لم نحظى بشكل كافي منه ولا بنهايته. خبر اليوم يقول بأنه تم الإعلان على أنه يحتاج هذا المسلسل لميزانيات ضخمة، ورصدت بالفعل له ميزانيات ضخمة على قدر التوقعات والترقبات الخاصة فيه، لدرجة أن الموسم الواحد قد يكلف ما يزيد عن 50 مليون دولار. الحقيقة أن الحماس لهذا العمل كبير جدا، ونترقب بشدة مرور الوقت وإصدار الحلقة الأولى منه، ولعله يكون اقتباس أفضل بكثير لأن القصة منتهية في الكتب لعائلة ستارجيريان أفضل بكثير من Game of Thrones اللي للأسف لم تنتهي قصة جورج آر آر مارتن فيه. نترقب بشكل كبير لهذا العمل وسنرافيكم بإذن الله في حال وجود أي أخبار جديدة عنه.